لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معرفة أين الله الجزء 42، مازلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا الأزهر يدعو الوهابية لدخول الإسلام. وزي ما حضراتكم تابعتونا أو تابعتوا يعني معانا من البداية، إن معركة أين الله أو معركة السؤال أين الله بدأت من أكثر من 1000 سنة بين غلاة الحنابلة الوهابية وبين أهل السنة والجماعة الأشاعرة. كان موقف الأشاعرة زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي للدكتور منير الكمنتر مع بعض. وقلت أكثر من مرة لا يصح السؤال أين الله، لا يصح هذا السؤال، لأن أين يسأل به عن المكان، والله تعالى خالق المكان والزمان، فأين كان قبل خلق المكان؟ كان الله ولم يكن شيء. زي ما شفتوا الدكتور منير الكمنتر بيقول لا يصح هذا السؤال، لأن أين يسأل به عن المكان؟ والله تعالى خلق المكان والزمان، فأين كان قبل خلق المكان؟ كان الله ولم يكن شيء. هي دي عقيدة الأشاعرة، إن السؤال أين الله لا يصح، يعني سؤال أين الله خطأ. وهنشوف مع حضراتكم رد ولاة الحنابلة الوهابية النجديين على كلام الدكتور منير الكمنتر في الفيديو اللي جاي مع بعض. ومنها لا يجوز السؤال عن الله بأين، لأن أين يسأل بها عن المكان، فما صحة هذا؟ يعني الرسول والعياذ بالله، الرسول حينما قال للجارية أين الله يكون الرسول ضال، سأل الله العافية. الرسول قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله. زي ما شفت حضراتكم الشيخ الوهابي النجدي صالح الفوزان هو بيقول بشكل صريح واضح إن اللي يقول إن السؤال أين الله لا يصح ده بيقول إن الرسول مخطئ وضال. كانت المفاجأة زي ما نقلنا لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ما كانش لا مع الأشاعرة اللي هو بيمثلهم كأكبر منصب ديني في العالم الإسلامي، وبرضه ما كانش في نفس الوقت ضد غلاة الحنابلة الوهابية النجديين اللي بيمثلوا العدو اللدود لعقيدة الأشاعرة عموما والأزهر خصوصا. وقال إن سؤال أين الله ده سؤال ملوش معنى، يعني لا يستحق إننا نناقشه أو نختلف أو نتفق عليه، وإن رسول الإسلام أصلا عقليا لا يدرك معنى السؤال ده، لأن سؤال عن ذات الله ومش أي سؤال وبس، لأ ده سؤال يدل على جهل السائل لأنه عاوز يخضع ذات الله للعقل. وتأكدوا معايا من الكلام ده في الفيديو اللي جاي ونشوف شوف الأثر دكتور أحمد طيب هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل، لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك. زي ما شفتوا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيواصل ويقول للأشاعرة وغلاة الحنابلة النجديين أنتوا بتتخانقوا على سؤال أين الله، والسؤال ده معناه إن ذات الله هتبقى موضوع للعقل، يعني ما ينصحش برضو كل واحد فيكم يفكر في ذات الله بسبب سؤال مش منطقي. اللي قاله ما يعرفش الألف من فوق الضراع. وشوف الفيديو اللي جاي. إنما الذي تتحدث عنه مثلا هو باء، لا احنا نتحدث عن ألف، باء هو المحدود بالمكان، هو ده اللي يصح فيه السؤال، لكن احنا إنما ألف لا متمكن. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول يعني الله ألف مش متمكن ملوش مكان، يبقى السؤال نفسه مش منطقي، والسؤال علشان يكون منطقي نشوف مع بعض هيقول ايه في الفيديو اللي جاي. لذلك لابد ان يكون السؤال منطقيا، ان تسالني اين يوجد تقول لي هذا السؤال فعلا يصح حين يكون المسؤول عنه مما ياخذه المكان ويحيط به المكان. ملموسا محدودا. يعني الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد طيب بيقول للاشاعره وغلاة الحنابلة الوهابية النجديين السؤال أين الله اللي انتوا عاملين منه عقيدة وبتتخانقوا عليها ومدوخين المسلمين من أكتر من 1000 سنة بسببه سؤال ملوش معنى، مش كده وبس، لا وبرضه متناقض. وشوفوا معايا تأكيد الكلام ده في الفيديو الجاي. عندما تسألني عن موجود فوق المكان تسألني عنه أين مكانه، هذا التناقض في السؤال أصلا. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول
إنما تسألني عن موجود فوق المكان، تسألني عنه أين مكانه، هذا التناقض في السؤال أصلاً. إزاي أنتوا يا أشاعرة ويا غلاة الحنابلة الوهابية النجديين مختلفين على سؤال في الأصل هو متناقض، لأن سؤال عن الله اللي فوق المكان. وطبعاً زي ما حضراتكم تابعتونا وتابعتوا معنا من البداية أحداث ووقائع معركة أين الله، إن الخلاف بين أهل السنة الأشاعرة وغلاة الحنابلة النجديين ما كانش على السؤال وبس، لأ ده كان خلاف على الجواب برضو. والجواب ده ذكره الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة يعني، أو ما معنى هذا؟ هذا لأن طبعا الإنسان المؤمن ليس مطالبا بأن يبحث فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. ومعنى كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن سؤال الرسول للجارية أين الله وجواب الجارية لرسول الإسلام في السماء إنكم يا مؤمنين غير مطالبين بأنكم تبحثوا في ذات الله وتسألوا أسئلة فوق العقل ومش منطقية ومتناقضة، فمالوش داعي يا أشعرة وإنتوا كمان يا غلاة الحنابلة الوهابية النجديين تتخانقوا وتكفروا بعض وتعملوا اللي بتعملوه في بعض. وشوفوا معي الشيخ الفوزان هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. ومنها لا يجوز السؤال عن الله بأين، لأن أين يسأل بها عن المكان، فما صحة هذا؟ يعني الرسول والعياذ بالله، الرسول حينما قال للجارية أين الله يكون الرسول ضال، سأل الله العافية. الرسول قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله. الله في السماء سبحانه لجهة العلو، مستوى على العرش كما أخبر بذلك. نعم، أنت لا جحدت المكان، أنت لا جحدت المكان، تخطي الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب عقيدة كانت، صلى الله العافية، أين هذا الضلال؟ نعم. وزي ما شفت حضرتكم الشيخ الوهابي النجدي صالح الفوزان وهو بيقول إن اللي يعترض على السؤال أين الله وعلى جواب نفس السؤال إن الله في السماء ده بيقول إيه؟ بيقول إن الرسول ضال ومخطئ. يعني الشيخ الفوزان بيكفر الأشاعرة قولا واحدا، والأشاعرة ما سكتوش على التفكير ده وقالوا إن اللي يقول إن السؤال أين الله يصح ويقبل جواب السؤال ده إن الله في السماء ده أصلا ما دخلش الإسلام حتى، يعني ولو كان مسلم ولازم ينطق الشهادتين من أول وجديد. وده اللي هيقوله حرفين الشيخ الأشاعري جيل صادق في الفيديو اللي جاي، نشوف مع بعض. أحبابنا الكرام، من اعتقد أن الله تعالى يسكن السماء أو يتحيز في مكان لا يكون من المسلمين، بل يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى موجود بلا مكان، ويتشهد فورا للدخول في دين الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الشيخ الأشعري جيل صادق بيقول يعني اللي يقول إن الله في السماء طبعا بيقصد غلاة الحنابلة الوهابية النجديين، دول ما يكونوش من المسلمين. طبعا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب زي ما نقلنا لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت بيقول أنتوا مخدوعين ومضحوك عليكم يا أشاعرة، وأنتوا برضو يا غلاة الحنابلة الوهابية النجديين، لأن سبب الفتنة اللي بينكم هو رسول الإسلام اللي بيقول للحاجة البيضاء سوداء والحاجة السوداء بيضاء. أحسن حاجة إنكوا يعني ما تنطلقوش معاه وسيبوه كده لوحده ينطلق زي ما هو عاوز، زي ما أنا كده كإمام أكبر شيخ الأزهر قلت لرسول الإسلام في وشه أنا مش هنطلق معاك ونشوف مع بعض شيخ الأزهر بيقول الكلام ده في الفيديو اللي جاي. كأنك يعني حاجة بيضاء تقول لي هذه الحاجة السوداء كيف كذا، لا أنا ما بنطلقش معك منها بيضاء. فحين تقول لي أين مكانه كأنك تفترض أولا أنه مما يأخذه المكان محدود، مما يستوعبه المكان، يستوعبه المكان. زي ما شفت حضرتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول لرسول الإسلام أنت كلامك مجرد افتراضات، ويا ريت مجرد افتراضات والسلام، لا دي افتراضات نهايتها كفر. عشان كده انتوا بتكفروا بعض يا أشاعرة ويا غلاة الحنابلة الوهابية النجديين، وكل ده بسبب ان رسول الاسلام بيفترض حاجة ملهاش علاقة بالعقيدة وكلها عبارة عن كفر. ده مش كلامي انا، ده معنى كلام شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب. تابعوني في الحلقة الجاية، والشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيدي رسول الإسلام درس في العقيدة، وألتقي بكم في الحلقة القادمة.
لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. ما أنت هترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.